لما اجيب فيرود على مستوى عالي، اجيب جوال، اجيب ناس الاجانب، انا لازم اجيب تساعدني. النهارده الاجانب بتاعتي ما تساعدنيش، انا مش حاسس انهم يعملوا فارق. الاجانب بتوع الاهلي؟ اه انا مش حاسس كلهم يا دكتور، كلهم ما يعملوش فارق. حتى علي معلول؟ علي معلول بيلعب باك. علي معلول بيلعب باك. وانا يمكن اتكلمت قبل كده والناس زعلت مني وبتاع، لما قلت يعني انا اما اجيب محترف اجيب واحد، مش ما اجيبش باك، ما اجيبش سرد باك، انا عندي باك وسرد باك. علي معلول بدر بنون، عندي اثنين جايبهم في الديفنس، وعلي وجانجي كمان في وسط الدفاع. يعني كلهم دفاع. طب بعدين انا فين اللي هيجيب لي الاجوان ومشاكلي في القدام في ناحيه الاجوال؟ الناس دي تشكر عملت شغل كويس وكل حاجه، ده وده وده وده، لكن النهارده انا في دور ان انا اجدد فرقتي بشكل كويس. وما فيش عندي عواطف ان فلان ده عندي اصل لعب 5 سنين عندي، خلاص انا عايز، او ده لعب 4 سنين او ده كذا. انا عايز اجيب الاصلح ليا واللي يقعد مده طويله معايا وادي كويس، واجيب اجانب على مستوى عالي جدا. النادي الاهلي مش اقل من اي نادي. النهارده انت هجوميا هدي لك مثلا امثله، انت جايب النادي الاهلي جايب كام جول السنه دي؟ حاجه و30 جول. بيرستاو ده جايب كام جول؟ 5 جول. صح، ما عندوش يعني ده جايب انت 32 او 33 جول. انا مش انا مش عندي دلوقتي 5 جول جايب لا انا فاهم، انا النادي الاهلي جايب اكتر فرقه جايب جول واكتر هداف في الدوري عندنا جايب 5 جوال بس بيرستاو، ما انا بحسبها بقى. صح، فدي دي تبين لي تأثيره ايه؟ تبين لي شريف جايب كام جول، هتلاقي جايب 4 و5 زيه مثلا. فانا ما عنديش الهداف اللي خلص لي. فانا برضو ما بقولش ان احنا غلطنا، بس احنا جبناه محاوله خلاص. مفيش مشكله، انا ما بعيق، انا ما اقولش حد غلطان، انما انا بقول لازم يبقى في اعاده نظر في وقت ما، اعاده نظر الان. بالنسبه للمدرب انا شايف انه الراجل يعني يشكر على اللي عمله والنادي يقدر اللي عمله بشكل كويس، لكن انا في رايي ما يستمرش. ما يستمرش؟ خلاص افريقيا خلصت، خلصنا من افريقيا، مولد افريقيا. النهارده انا في الدوري، مسيرته في الدوري سيئه مش كويسه. ما يستمرش حتى لنهايه الدوري ولا نهايه الدوري دلوقتي؟ خلاص. لان انا عايز اجيب واحد، اجيب بقى واحد دي يشوفها النادي. ممكن يخليه يكمل وبعد كده خلاص الجد السنه الجديده يتعاقد مع مدرب تاني. ممكن يمشيه دلوقتي. ده هو حريص على ان هو يطور فرقته بسرعه ويلحق نفسه في الدوري. ما زال عنده امكانيه في الدوري، لان هو عنده مباريات مؤجله، ومباريات مؤجله ممكن تدي له ادفانتج لو هو مشي فيها كويس عن الفرق الاخرى. فدي برضو النادي ممكن ان هو يفكر طب فيها. طب كابتن طه، ما تفتكرش مثلا اداره النادي ممكن تقول لك انه الجماهير هتغضب لو راح لبيتسو موسيماني؟ بيتسو موسيماني عمل نجاحات كبيره جدا، والجماهير دائما تتعلق بالنجاحات. يعني حضرتك دلوقتي تتحدث عن امور فنيه، الجماهير تتحدث عن انجازات، وهو معتاد عن الاهلي عن انجازات، فهو راجل عمل انجازات، فالاداره ممكن تخشى حتى لو عندها نفس وجهه نظر حضرتك من جماهير النادي. لا شوف اقول لك على حاجه، النادي الاهلي اولا هو يعني انجازاته كلها في افريقيا، واحنا خسرنا خلاص من افريقيا طلعنا. انجازاته في محليا ما عندوش انجازات. الدوري العام خسر السنه اللي فاتت، وكسب الكاس في الاخر، وبعدين خسرنا السوبر المحلي. صحيح عم الجيش. فيعني هو انجازاته المحليه ما فيش انجازات محليه. انا دلوقتي الفتره اللي باقيه فتره محليه. فانا لازم احافظ على، هي وجهه نظر، ممكن نادي ياخد بيها ممكن ما ياخدش، بس انا وجهه نظري لا خلاص. يروح على الان. لا خلاص. هو خلاص، ممكن ادبر نفسي بشكل او باخر بحيث اكمل الدوري بشكل اخر. لكن هو ثبت ان هو، انا بديتك الارقام بتاع السنه دي بالذات، الدوري العام انت خسران ايه في الدوري العام؟ انت خسران 9 نقط في 4 ماتشات. صح، مش العادي الاخيره. يعني انت في نزول. صحيح. مش مثلا متفرقه دي ورا بعض، تعادلات ورا بعض وخساره في وسطهم. صحيح. فهي وجهه نظر. انا عارف انه في ناس عاطفيين، وفي جماهير ممكن تطلع تقول ده فلان ده عايز يعمل لي مش عارف ايه وكلام زي، بس انا بقولها دايما يقولوا كابتن طه ما بيحبش موسيماني. انا انا بتكلم بحب، لان انا بحب النادي الاهلي، والنادي الاهلي عندي حاجه كبيره جدا. وانا بتالم يعني النهارده تالم عظيم جدا النادي الاهلي يظهر بهذا المظهر في هذه المباراه. مع انه كسب السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، لكن برضو احنا عندنا في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها طب معلش المره دي ولا كذا، لا بس المره دي احنا خسرنا واحنا وحشين. حتى مسيرتنا في افريقيا والتاهل
خسرين مرتين من سان داونز، متعادلين مش عارف مع الوداد بقى، مع الهلال السوداني بقى، كاسبين المريخ، مع نتائج مش كويسه.